جزاكم الله خيرا. من الجزائر السائل أسعد ألف ألف يقول: هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ الأخذ بالأسباب الشرعية الحقيقية المؤثرة ليس منافي للتوكل، ولذلك فعله سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتوقع من الأذى، وكان عليه الصلاة والسلام في القتال يلبس الدروع، حتى إنه في أحد ظاهر بين ذرعين. ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. وأما الأسباب الموهومة الشركية فإنه لا يجوز الاعتماد عليها ولا تنفع أحدا شيئا، كما يوجد في بعض التمائم التي يعلقها بعض الناس في أعناقهم أو يطلقوا بها أعضادهم أو أذرعتهم وما أشبه ذلك، فإن هذا نوع من الشرك ولا يحل للإنسان أن يفعله، ولا يزيده ذلك إلا وهنا في الحقيقة. فالأخذ بالأسباب واعتقاد أنها تفيد لكن بإذن الله عز وجل هو ما عليه أهل السنة وجماعة، وهو المطابق للعقل والحس، ولكن ليعلم أن الأسباب قد تتخلف مسبباتها بإذن الله عز وجل. فانظر إلى النار التي أضرمها أعداء إبراهيم الخليل ليحرقوه بها، ماذا كانت عليه عليه الصلاة والسلام؟ لقد كانت بردا وسلاما على إبراهيم، الله أكبر، مع أن النار طبيعتها الإحراق، لكن هذه الطبيعة التي في النار إنما خلق الله عز وجل، وإذا شاء سبحانه وتعالى رفع هذه الطبيعة. وهذا كما أنه حاصل في الأمور القدرية فهو أيضا حاصل في الأمور الشرعية، فالحمير قبل أن تحرم كانت طيبة حلالا، فلما حرمت صارت خبيثا حراما، فهي بالأمس مثلا طيبة حلال، وهي في اليوم بعد التحريم خبيثة حرام. الله عز وجل هو الذي بدأ الأمور، وهو الذي يخلق في ملكه ما شاء. جزاكم الله خيراً.